محمد فتحي، دوري هنا تنظيم وتأمين مؤتمر شرم الشيخ. مؤتمر زي ده زي ما حضرتك عارف مؤتمر عالمي، بنشوف حلول للتغيرات المناخية، زي لأن الفترة الأخيرة يعني كان في تغيرات مناخية أثرت على الكوكب عامة زي الفيضانات والكوارث الطبيعية زي ما حضرتك عارفها. فدور المؤتمر هنا بيشوفوا حلول بخصوص يعني الكوارث اللي تمت، وبيدعموا الدول اللي هي أثرت قوي بشكل كبير بسبب التأثرات دي.